كنت عايز نتكلم معاك في موضوع كده، بس عايزك تفهم الاول. خير يا حبيبي؟ انا الحمد لله قررت ان انا هتجوز عليك. عايز ايه؟ هتجوز يعني ايه؟ الشرع حل الاربعة وانا الحمد لله هنكفي الاتنين ان شاء الله. اهو تمام الحمد لله. النهارده بقى ان شاء الله كده هفتح مع مراتي في الموضوع وخليها رسمي بقى. ايوه كده، فرحتني فرحتني بجد. اخيرا بالك يعني الو حبيب قلبي، ازيك؟ عامل ايه يا احمد؟ اخبارك؟ الحمد لله وحشين والله. وانت كمان والله. ايه الدنيا؟ اهو تمام الحمد لله. النهارده بقى ان شاء الله كده هفتح مع مراتي في الموضوع وخليها رسمي بقى. ايوه كده فرحتني فرحتني بجد. اخيرا بالك يعني ان شاء الله قريب، وطبعا كل ده تبقى موافقه هي كمان، وتبقى انتوا الاثنين كويسين مع بعض. هي هتوافق يا احمد يعني، ولا انت لسه مش عارف أكيد رد طبعا فعلها؟ أكيد طبعا، مش الشرع حل الأربعة. يا احمد وش عرفك بس، ربنا يستر بقى ما يحصلش مشكلة ونبص نلاقي رد بجد فعلها لا، حاجة تانية خالص، أنا يحصل طول ما أنا مشاكل. مبسوط أنا هنكفي الاتنين إن شاء الله. ماشي يا احمد، ربنا يستر بس هي وتوافق. عامة أحلى يعني خبر جميل أنا سمعته منك دلوقتي. طيب ماشي. والخبر الحلو التاني، هنطلعوا نتعشوا بالليل مع بعض بعد ما نخلص القعدة دي مع جد مراتي. بجد. طب كويس والله، ايه رأيك؟ الله عليك بجد. طيب ماشي، روح ماشي، كده ظبط حالك عشان هي كمان حاجة داخلة عليا اهو. استنى. واحنا هنتقابل بعد ما تتكلمها؟ هنتقابل وهنتعشوا مع بعض. طيب ربنا يستر، يبقى فيها مقابلة بقى بعد ما تكلمها وتفتحها في موضوع ما الجواز. تقلقيش ما تقلقيش، ربنا يستر. خلي بالك من ماشي نفسي. ماشي، يلا سلام يا قلبي. باي 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 باي. سلام. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. انت جاي من الشغل بدري النهاردة يعني؟ خلصت شغل بدري، انت عاملة ايه؟ الحمد لله، كان يوم تعب قوي عليا. ربنا يديك الصحة ويبارك لك. الشغل ده والله ربنا بقى يوفقنا علشان معلش نلحق نسد اللي معلش. علينا. المهم انا كنت عايز نتكلم معاك في موضوع كده، بس عايزك تفهم الاول. خير يا حبيبي؟ انا الحمد لله قررت ان انا هتجوز عليك. عايز ايه؟ هتجوز يعني ايه؟ الشرع حل الاربعه وانا الحمد لله هنكفي الاثنين ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا احمد يا رب. ربنا يديك الصحه يا حبيبي. انت الف زعلانه مبروك. ولا ايه؟ زعلانه؟ هزعل ليه؟ ده الشرع انت ده. انا بكلمك اللي انا باخد رضاك الاول. طبعا انا موافقه ولا عندي اي اعتراض، طالما انت هتقدر ان انت توفق بين الاثنين وتصرف على البيتين انا ما عنديش اي مشكله. وانت طبعا في شغلك وانا في شغلي زي ما انا عادي طبعا يعني. ربنا يسهل لك الحال يا حبيبي، وانا هكره لك الفرح والسعاده. ربنا يخليك لي يا رب. لا، ما حرمني وهقول لك على حاجه، ايه القاعه اللي هتعملوا فيها الفرح دي عليا. الله، دي بقى ايه؟ نقطه مني ليكوا بقى. يا ست ماشي، يا ست ماشي. ماشي، الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. انا داخله اغير هدومي. ماشي ايوه كده خلاص، اما اكلمها بقى، انزل اكلمها نشوف هنعمل ايه. الله، ايه يا بنت؟ ايه يا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه ما رحتيش الشغل ولا ايه؟ لا ما رحتش، ما انا كنت عايزه اقول لك بقى. ليه كده؟ مش انا خدت اجازه بدون مرتب كده؟ الله، مرة واحدة كده؟ يا عم أنا شايفة نفسي كده إن أنا إيه، عايزة أريح أعصابي شوية وأريح نفسي وكده يعني. الأول عايزة أقول لك، أيوة أنا طالبة منك 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ أيوة. ليه يا بنت؟ عشان دروس العيال، وعلشان خاطر في كهرباء وفي مية وأنت عارف بقى. طب والمرتب بتاعك؟ طيب المرتب بتاعي، انا بقول لك انا خدت اجازه بدون مرتب. انا يعني مفيش اي فلوس معاكي خالص؟ مفيش يا حبيبي، فانت لو معاك اي فلوس كده اديها لي بالله عليك. المشكله معيش الا 1500. طيب وعايزني امشي بيه مصاريف الشهر دي معايا؟ اتصرف لي بقى، اتصرف لي، استلف لي من حد ولا اتصرف لي، شوف. ايه الوجع اللي انا فيها دي؟ واحد ايه يا احمد؟ طب مشيها معايا. طيب عشان معيش فلوس اليومين دول. انا هعمل ايه؟ طيب فلوس الدروس بتاعت العيال انا هعمل فيهم ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش هقدر اقول لهم لا. والكهرباء والميه كمان؟ كهرباء وميه؟ طبعا.
هي مالك كعبلت عليا لا، ليه كده؟ وشوية كمان هيبقى فيه غاز وهيبقى فيه إيجار الشقة. اهلا اهلا، ده كل ده مرة واحدة في شهر كده؟ شهر ايه يا احمد؟ انا بقول لك انا خدت اجازة بدون مرتب، هعمل ايه انا؟ طيب طب وانا هنشيل الشيلة لوحدي؟ ده الحمل تجل عليا كده. طيب يا هنشيل رضا، الشيلة ازاي؟ انا هنتصرف لك في فلوس العيال الاول، وواحدة واحدة عليا. يا رضا انت مالك نازلة عليا ضغط كده ليه؟ معلش بقى يا احمد، يا الدنيا ساتر يا كده رب، انا هتجوز ازاي؟ شفت احمد الله يخرب المشكلة احمد بيتك. اللي انا فيها؟ خير يا رضا؟ في ايه؟ صاحبتي في الشغل رنت عليا وقالت لي صحاب الشغل بيقول لك خلاص ما تجيش تاني ايه؟ علشان انا واخده اجازه والاجازه طولت. ازاي الكلام ده؟ ما اعرفش انا بقى. المهم خلينا في اللي احنا فيه. صاحب الشقه جاي وعايز الايجار وعاوز الخدمات بتاعه العماره والكلام ده. في ايه انت يا عارف انا معيش فلوس اليومين دول خالص، الدنيا باظت معايا، الدنيا جت على السفر معايا يا رضا. طب هعمل ايه يا احمد؟ طيب انا شغل غصب عني، طيب انا هعمل ايه؟ انا طب قول لي بقى كده. انا اللي مش عارف هنعمل ايه، هنجيب منين ولا هنعمل ايه؟ انت كنت بتساعدي معايا. نلحق. طب والجوازه التانيه هتفتح البيت التاني ازاي؟ لا ده اتكعبلت اكتر كده. انت صراحه صعبان عليا قوي. لا 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 لا، بلاها الجوازة التانية خالص. ليه أهم بس كده؟ هنكفي، أنا عارف نكفي بيت الأولاني عشان نكفي بيت التاني يا رضا. طب أنا هقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة. قول يا رضا، استر يا رب. عرفت بقى إن أنا اللي كنت بشيل معاك؟ مش معنى إن أنا بطلع أشتغل أنا بقول إن أنا بصرف على جوزي وبصرف على عيالي، لأ أنا بساعدك. مش معنى برضو إن أنا بصرف وأنت بتصرف مبلغ على مبلغ مكفي البيت بالعافية. انت بتتكلم ازاي؟ أنا بتكلم كده. انت ما بتتكلم هو ده، انا ازاي؟ لما قعدت مش هتعرف انت تشيل البيتين يا دوبك، ما انتش هتقدر تشيل بيت واحد. عايز تروح تتجوز ليه؟ انت بتعايريني ولا ايه؟ لا ده مش مفروض. بعايرك، انا مش بعايرك، انا بقول لك فوق لو قصرت معاك في حاجه هقول لك حلالك ان انت تروح تتجوز. انا عمري ما قصرت معاك في حاجه. بتيجي تلاقي هدومك نظيفه، بتيجي رغم ان انا بشتغل وزي زيك، بتيجي تلاقي هدومك نظيفه، بتيجي تلاقي اكلك جاهز، بتيجي تلاقي البيت نظيف، كل حاجة بتبقى موجودة ونظيفة. ليه عايز تروح تتجوز؟ روح، عايز تتجوز روح، بس انا هقعد في البيت ومش هشتغل. فطالما انت مقدرتك ان انت تروح تفتح بيتين افتحهم، انا مش ما عنديش مانع، بس انا هقعد في البيت ومش هشتغل تاني. انا بص انتخرجت خلاص بص كده يا من رضا، الشغل. معلش حقك عليا، وانا عارف ان انا الشيطان ضحك عليا، ومش فعلا هو طمع وجواز وخلاص. لا طبعا، ويا بنت الناس والله العظيم خلي عينك اللي مليانة. معاه واحدة وتقف ورا جوزها ده يشيلها فوق دماغه. وبصراحة يعني أنا مش عارف نقول لك إيه، فعلا أنا غلطان، ومادام مش قد الجوازة الأولانية ما نتجوزش تاني، تمام؟ فمعلش يا بنت الناس حقك عليا، انا عارف ان انا ظلمتك والشيطان ضحك عليا. انت ما ظلمتنيش يا احمد، انا بقول لك لو عاوز تتجوز روح اتجوز، بس هتقدر تفتح بيتين؟ هتقدر تفتح بيتين عشان ما تظلمنيش ولا تظلم عيالك ولا تظلم بنت الناس اللي انت هتروح تتجوزها التانية. عندك حق، عندك حق. انا هقوم بقى اشوف اللي ورايا. ماشي يا رب، فعلا عندها حق، ولا قصرت معايا ولا تأخرت عني في حاجة، وكل ده عشان ايه؟ عشان بتحبني برضه. ما مش مصلحت، بس انا اللي ما قدرتش النعمة اللي معايا، انا اللي بعترت وانا اللي طمعت وعايز نروح نتجوز. اما نروح نراضيها احسن.